ولم يستطيع فريق شبيبة القبائل الجزائري استغلال عامل الأرض والجمهور وعامل الملعب واستغلال المساحات ونقاط الضعف في فريق الترجي الرياضي التونسي والفوز بهذه المباراة، بل أنه أخذ الطابع الهادئ وطابع الحرص واللعب بخوف شديد جدا من فريق الترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة، وبالتالي خرجت المباراة بنتيجة 1-0 لفريق الترجي الرياضي التونسي في مباراة الذهاب في إطار ربع النهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة عام 2023. ومن رمي التماس وبتسديد رائع جدا استطاع اللاعب محمد بن حمودة لاعب الترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 54 من عمر المباراة إحراز هدف وحيد، والهدف الثمين والهدف المستحق وهدف غالي وثمين جدا لفريق الترجي الرياضي التونسي. وأين دفاع شبيبة القبائل الجزائري من هذه التسديدة؟ بوحكاكو بن زايد وقتال، وأين الدفاع من هذه التسديدة التي لم تكن متوقعة؟ ومن وجهة نظر الشخصية المباراة لم تكن على كامل الجدية، ولم تأخذ وضع الجدية ووضع الحماس منذ الدقيقة الأولى، ولكنها أخذت طابع الخوف واللعب بالحرص والحذر الشديد جدا من جانب فريق شبيبة القبائل الجزائري أمام الترجي الرياضي التونسي. وأيضا مدرب شبيبة القبائل الجزائري لم يستطيع التحكم في رتم المباراة منذ الدقيقة الأولى. من وجهة نظر شخصية التغييرات كلها التي أجراها المدرب مليد حمدي لم تكن في الوقت المظبوط من عمر المباراة، ونزول اللاعبين عليلي ومواقي، ومن وجهة نظر الإعلام المصري ومن وجهة نظر الشخصية أن التغييرات كلها التي أجراها المدرب الفني لفريق شبيبة القبائل الجزائري المدرب مليد حمدي بعد الدقيقة 65 جاءت متأخرة جدا جدا من عمر المباراة، وكان واجبا عليه الدفع بهذه التغييرات منذ تحقيق الهدف الأول ومنذ إحراز الهدف الأول لفريق الترجي التونسي، أي بعد الدقيقة 54 مباشرة من عمر المباراة. طبعا لأن ال10 دقائق دول هيفرقوا في رتم المباراة، وهيفرقوا أيضا في مدى انسجام اللاعبين مع بعضهم البعض وفي تحقيق الأداء المتميز والانسجام والعودة مرة أخرى للمباراة. ولو لاحظنا أن المباراة أيضا أخذت طابع الجدية والحماسية في آخر 10 دقائق فقط من عمر المباراة بنزول اللاعبين عليلي ومواقي إلى أرض الملعب، وكان واجبا على المدرب الفني إجراء التغييرات مبكرا أو بين الشوطين من عمر المباراة واستغلال نقطة الضعف وتراجع فريق الترجي الرياضي التونسي إلى منطقة الدفاع، وبأقل مجهود لأداء اللاعبين استطاع الترجي الرياضي التونسي الفوز على شبيبة القبائل الجزائري إحراز الهدف الوحيد لفريق الترجي الرياضي التونسي، وإحراج شبيبة القبائل الجزائري على أرضه وعلى ملعبه وسط جمهوره، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 لفريق الترجي الرياضي التونسي. ومن وجهة نظر الشخصية أن شبيبة القبائل الجزائري لم يؤدي الأداء الرائع والأداء المتوقع في هذه المباراة، ولم تكن المباراة على كامل من الجدية وكامل من الحماسية من جانب فريق شبيبة القبائل الجزائري. وأيضا أشاد الإعلام التونسي بوقفة الجمهور التونسي بجوار فريقه على أرض شبيبة القبائل الجزائري، وبحضور 5000 مشجع على قلب رجل واحد من جانب الترجي الرياضي التونسي. ولو جينا نبص بالنسبة لموضوع التحكيم، ناس كتير بتعقب على موضوع الحكم المصري أمين عمر. من وجهة نظر الإعلام الجزائري ووجهة نظر الإعلام المصري ووجهة نظري الشخصية، أرى أن الحكم المصري أمين عمر أدى المباراة بشكل رائع وبشكل سليم ورائع جدا، ولم ينحاز لأحد من الطرفين أو لأحد من الجانبين، سواء من جانب شبيبة القبائل الجزائري أو من جانب الترجي الرياضي التونسي، بل أن المباراة خرجت على مستوى رائع جدا من جانب التحكيم. ولو جينا نبص أيضا بالنسبة لضربتين الجزاء المشكوك فيهم، أرى أن الفار أخذ الوضع الصحيح جدا ولم يحتسب ضربتي الجزاء، وأن التحكيم كان رائع وسليم 100% في هذه المباراة. ومن وجهة نظر الشخصية تعتبر هدية العيد أعطاها فريق شبيبة القبائل الجزائري لفريق الترجي الرياضي التونسي لتخرج المباراة بنتيجة 1-0 لصالح الترجي الرياضي التونسي،
وفي انتظار مباراة العودة إن شاء الله التي ستقام 29 القادم بمشيئة الله تعالى على أرض الترجي الرياضي التونسي وما ستسفر عنه هذه المباراة، مع العلم أن الفائز في هذه المباراة سيلاقي الفائز من مباراة الرجاء المغربي مع الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. ومن وجهة نظر شخصية يجب على فريق شبيبة القبائل الجزائري تصحيح وضعه والتعلم من أخطائه من مباراة الذهاب لتفادي الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مع أطيب التمنيات لفريق شبيبة القبائل الجزائري بالتوفيق، وتمنياته أيضا لفريق الترجي الرياضي التونسي كفريق عربي بالتوفيق أيضا في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.